في نقطة أحب أضيفها إلى الكلام عن الإسهال والاستسهال في الحديث عن الإرهاب. في قناة سعودي 24 هذه تحدثوا عن تشيع عباس المدني، الشيخ عباس المدني رحمه الله، وقالوا إن الشيخ تميم صلى على الإرهابي عباسي مدني، هكذا في التقرير. أعوذ بالله. يعني لا، ما في حتى احترام لرجل يعني جاهد ضد الكولونيالية الفرنسية، ويعني ولم يعرف عنه عنف ولا شيء، ولا وهو الذي انقلب على خياره، يعني انقلب على انتخابه، يعني وهو ليس من الإخوان المسلمين، وليس من الإخوان، هو ينتمي من المدرسة السلفية، ها، ولكنهم عندهم دائما أجوبة جاهزة، لا إن كان سلفية فهي السلفية المتأخونة، إذن هكذا يقولون. يعني على أي حال، كلمة الإرهابي هزتني من الأعماق، كلمة الإرهابي عباسي المدني صدمتني، أشعرني بالرعب. كيف يمكن لبلدي العظيم أن يقف هذا الموقف؟ هذا نوع من الانسلاخ عن الهوية. ماذا عن السلفيين الذين يقاتلون إلى جانب حفتر في ليبيا؟ بين مزدوجين السلفيين طبعا. فضيحة. مصيبة يعني. وأسروا منهم مجموعة الفترة الأخيرة، أسروا منهم مجموعة في كتيبة خاصة اسمها كتيبة طارق بن زياد، هذه واحدة من الكتاب التابعة للمدخلية، الذين يحاربون في الليبيين، يعني حرب ليبي ضد ليبي، ويقولون باسم السلفية، باسم السلفية، ويقولون عليه العدو، ويقولون عليه يعني الخوارج وكذا، والإخوانج، الخوارج والإخوان، يعني بدون أي مبرر الحقيقة، بدون أي طعم، يعني الناس كثير لا تقبل هذا الكلام. هذه يعني واحدة من المصائب التي جاء بها خليفة، يعني هم يعتبرون حفتر أمير المؤمنين الآن، هذول الجماعة المدخلية، لا لا، مخلص ليبيا من الإخوان، ينصره الله ومش عارف إيش وكذا. ما هو لما دخل، أول ما أرسل قواته، قدم كلمة للشعب الليبي كان يخاطبهم فيها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين. سمعت الخطاب في فتح مكة. من دخل كذا فهو آمن، ومن دخل كذا فهو آمن، كذا، ولا تقتلوا امرأة ولا حيوانا ولا شن هذا. ما بقال يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. بالضبط. يعني شنو المنطق اللي ماليش منطق. يعني هو الحقيقة، يعني اللي حصل في ليبيا هذا أمر هز الليبيين جميعا، وهز ثقتهم في أشياء كثيرة، منها ثقتهم في خليفة حفتر. يعني كان في حتى بعض الناس في الغرب، كانوا في غرب ليبيا، كان عندهم نوع من التعاطف مع خليفة حفتر، لأنه جاي بقوة وجاي بيقضي على الميليشيات، والميليشيات هي اللي كانت خالقة نوع من الفوضى في الغرب وكذا، والعنف يعني في الغرب. لكن حتى هؤلاء الناس الآن تحطمت ثقتهم في خليفة حفتر. قصدك في الغرب الليبي؟ الغرب الليبي، نعم. الغرب الليبي، الغرب جزء من طرابلس، طرابلس جزء من الغرب الليبي، نعم. يعني أقصد المنطقة الغربية، يعني بس ما كان يثق في حفتر، غريبة. يعني أهل طرابلس والغرب ما كانوا يثقون في حفتر. لا ما كانوا يثقون. أنا قلت بعض الناس. يعني هو معروف أنه هو رجل الحراك المضاد أصلا، يعني مدعوم من السيسي ومدعوم من فرنسا ومدعوم من الإمارات. كل الناس كانوا عارفين هذا الشيء. يعني بعض الناس كانوا ينظرون له بنظرة يعني غير هذه، قل هم، لكن كانوا موجودين. يعني فأنا بقول أن حتى هؤلاء اهتزت ثقتهم في حفتر. والحقيقة حفتر الآن، زي ما واحدة من الصحف قالت، أنه هو أصبح المشكلة وليس جزء من الحل. فلا بد من التخلص من حفتر وتقديم المحاكمة وكذا، وليس الجلوس معه. هذا موقف حكومة فايز السراج صراحة موقف إيجابي، يعني في هذا الإطار. إيه؟ تقول لا يمكن التفاوض معه. السراج أخذ مواقف حادة ومواقف يعني واضحة جدا ضد خليفة حفتر وبقوة. كذلك لما غدر به خالد المشري، يعني ما كان في بينهم حوار. إيه نعم. وغدر به. نعم غدر به، وقال أنه طعن في الظهر وكذا. عاد خالد المشري رئيس المجلس الإداري الرئاسي، برضو قال كلام يعني قوي جدا في هذا الاتجاه. ف يعني هم هؤلاء الشخصين على الأقل يؤكدان أن يعني ما فيش عودة الخليفة حفتر لطاولة الحوار غير واردة أصلا.
لابد أن ترجع قواه إلى أماكنها السابقة، وهو يتعامل معه بطريقة عن طريق القانون وعن طريق أنا أعتقد أن الوضع في ليبيا، المعركة في ليبيا هذه معركة فاصلة ومصيرية، ليس فقط في الداخل الليبي بل هم معركة الأمة صراحة كلها. نعم يعني صحيح. ولذلك الشعب الليبي الآن يتصدى لعمل عظيم جدا وعمل تاريخي. صحيح. أن يوقف يهجهض ويفشل هذا الحراك الذي يقوده خليفة حفتر باسم القوى المضادة في العالم العربي. بس نخلص النقطة هذه لأن جاي نفس الكلام، أن اللي يدعموا في حفتر هم ناس لا يريدون للشعب أن يقوم، ولا يريدون للشعب أن تكون له يعني رأي أو قوة وكذا. هم يفضلون أن يكون في ليبيا حكم استبداد، يا أما بحفتر أو بشخص يعني حتى أقل منه، بس أحسن من أن يكون من النوعيات الشعبية اللي تنادي بحرية الرأي وبمشاركة الجميع وكذا وكذا. وهذه هي الظاهرة اللي موجودة الآن في السودان وموجودة في الجزائر وهي موجودة في تونس أيضا. فهذا التيارين والمعسكرين هم يعني بيتصارعان في هذه الساحة الكبيرة، هذه العالم العربي كله يعني. فلذلك ظهرت أصوات أمس وأول أمس بأن والله من الأحسن أن نحن نجلس ونعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي وكذا كذا. يعني هذا الأسلوب غير مقبول ومرفوض. ثبت فشله أصلا من قبل يعني. نعم مرفوض 100% في الساحة الليبية. والحديثة بقية يعني مازال هناك أشياء أخرى. استعرفت يعني حفتر بالإضافة إلى الدول الإقليمية التي تدعمه وهي مصر والإمارات السعودية فرنسا لا أقليمية. الدول الإقليمية هاي هو استفاد من أمرين، الدول العظمى وعلى رأسها فرنسا وأظن الولايات المتحدة وروسيا كمان. نعم ضالعين في روسيا بالتأكيد والولايات المتحدة نسج روسيا وفرنسا بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية معهم. هؤلاء لم يريدوا لليبيا أن تتجه نحو تحول ديمقراطي حقيقي. هذا الكلام صحيح. الأمر الآخر اللي استفاد منه اللي هي القبلية التركيبة القبلية في ليبيا. لا شك أنه استمال بعض القبائل وكون منهم جيشا. وإن كان الآن ميدانيا يبدو لي أنه هو بيخسر. هو ليش يا أستاذ عزام؟ عسكريا العملية كانت يعني غير مش مدروسة، غير ما كانت بيسوف كيك. أبدا ما كانت بالضبط بنفس السهولة وبنفس السدازة اللي هو كان يتوقعها. فهذه نقطة. حتى عسكريا لم يحقق أي شيء إلى الآن. 23 يوم ترى ولم يكسب أي قطعة أرض ولم يكسب أي ناس. فكل اللي حصل أن هناك ليبيا الآن فيها أسرى حرب بعدد كبير جدا، فيها قتلى أكثر من 1500 قتيل، فيها جرحى، فيها دمار. يعني أشياء دمرت، بيوت دمرت، مصانع، يعني مؤسسات اجتماعية، بنية تحتية كلها دمرت بسبب هذا الإنسان يعني العجرفي اللي جي يحاول يعني يؤجج في صراع لا أصل له أساسا. كان بوده أن يحارب الليبيين ويقتل بعضهم بعض لكي يصل هو يجي يقطف ثمرة السلطة. هو الحقيقة يعني بالتأكيد القراءة حتى بتاع الدول الإقليمية أنه تذهب إلى ليبيا للانقضاض عليها بما في هذه الدول الزعماء الثورة المضادة، هو يحركهم قراءة صحيحة الحقيقة يعني أنه لا يمكن لهذه المنطقة أن تستقر للاستبداد والديكتاتورية، والحال أنه فيها جيوب متطلعة للتغيير ولتثبيت حكم ديمقراطي على شكل ما حصل في ليبيا نسبيا في تونس في الجزائر والسودان ما يحدث. وبالتالي عملية خنق هالحلم الجديد في يعني منطقة مختلفة لا يحكمها الاستبداد والديكتاتوري. ولذلك أذكر جيدا أنه إحدى الصحف المحسوبة على الإمارات العربية المتحدة بعد الإطاحة بمرسي قالت بشكل واضح في الافتتاحية
أنه يجب أن نلتفت الآن لليبيا لأنها ستكون الحديقة الخلفية بهذه اللغة لهذه القوى التي تريد أن تحدث عدم استقرار في المنطقة. عدم الاستقرار بالنسبة لهم هو الربيع العربي، هذا الذي قوض استقرار أنظمة ديكتاتورية ومستبدة. الأمر الثاني في الحقيقة أستاذ عاشور وأنت أشرت له، هو كان جزء إلى حد اليوم جزء من تبريرات تقدم للانقضاض على التجربة الليبية، وهو جماعات مسلحة هنا وهناك غير منتظم. أنا أعتبر في الحقيقة يعني وقد يختلف معي الكثير إنه هذه المجموعات هي التي كسرت الثورة المضادة بدون شك. محاولة إخضاع كل السلاح في ثورة ما زالت لم تكتمل ولا ما زالت لم تبني نفسها، اخضع كل السلاح لنظام حكم غير متوافق عليه وغير منتخب ديمقراطيا، ونزع من يد ثوار يدافعون عن حريتهم ويدافعون عن الشعب الليبي لا يعتدون على الشعب الليبي، هو كان محاولة لكسر الثورة الليبية. ولذلك احتفاظ تلك الجماعات بذلك السلاح رغم شيطنتهم وتجريمهم ومحاولة استعمال هذه الحجة لرفع الشرعية عن طرابلس، اليوم ثبت أن الحقيقة نحن نتحدث عن حكومة الوفاق، ولكن الذين كسروا هجوم حفتر اليوم هو تلك هذه المجموعات المنظمة التي تحترم دماء الشعب الليبي، تحقن دماء الشعب الليبي، ولكنها أيضا تحتفظ بهذا السلاح لمواجهة هذا مثل هذا العدوان مرتين، مرة في 2014-2016 ومرة اليوم. ولذلك هذه فكرة احتكار الدولة خاصة الدولة غير الديمقراطية للسلاح بمفهوم القمع ومفهوم، هو بالعكس يجعل الشعب يتطلع للحرية تحت رحمتها باستمرار. هاي المجموعات اللي انت ذكرتها الآن واللي كسرت شوكة هجوم حفتر، هؤلاء هم شباب الثورة الليبية. صحيح. صحيح. هم اللي قاموا بالثورة 17 فبراير. هم الذين الحقيقة في خلال الفترة السابقة هذه 8 سنوات أو كذا تدربوا واكتسبوا خبرات يعني مستغربين فيها الناس. يعني في إخوة يبعثون لي في الرسائل أن في كذا، يقول لك والله في عملية صارت عملية التفاف يستحق أنها تدرس في 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 الكليات العسكرية. والميدان هو اللي بيكسب الخبرة. إيه نعم. فهم اكتسبوا خبرة بدون شك. صحيح عندنا عليهم ما أخذ في آرائهم في لكن إلى الآن ما فيش ما يثبت أن هم اشتغلوا ضد ليبيا. صح. كانوا دائما لحراسة طرابلس ولحماية طرابلس، وكانوا بعيدين عن السياسة لا يتحدثون في السياسة. فالآن لما يجي واحد زي أخونا السراج ويقول والله نتحامل مع حفتر مش عارف إيش، خلاص ما عادش يقبلوا هذا الكلام. ولذلك لو هو مشى في هذا الخط واتصل بحفتر هذا حيقيم عليه انقلاب. أقول الآن خلص يعني ما عاد في حدا ممكن يعتبر حفتر شرعي في ليبيا. لأن كمان لفت انتباهي سفك الدماء. سفك الدماء وغدر واستقوى بقوة أجنبية. هو بده يرجع نظام القذافي. واستقوى بقوة أجنبية. ارتكب جرائم حرب. كان في برنامج في هنا في النيوز نايت قبل يومين موثق فيديو موثق على جرائم الحرب اللي ارتكبها حفتر وكتيبته والميليشيا بتاعه. الإعدامات اللي يعني معه هذا الورفلي هذا مجرم، هذا من الأمم المتحدة. نعم. بس أنا لفت انتباهي مش عارف أمس ولا أول أمس الشاهد عندكم في تونس. كان بيلتقي مع وزير الخارجية الإيطالي. أيوة. الموقف التونسي الإيطالي في مواجهة الموقف الفرنسي. أيه. هذا مثير للانتباه. يعني تحدي حفتر أجبر هؤلاء على إعادة التمحور. شعرين بخطورة. يعني الشاهد يقول إنه ما يجري في ليبيا يهدد الأمن القومي التونسي. هل فعلا الحكومة التونسية ضد حفتر؟ هذا السؤال. لا مش قصة إنها هي ضد حفتر، هي شايفة إنه في عملية تخريب. لا ضد لن تسلم منها. ضد الحكم العسكري قالوها هي مع الشرعية والشرعية. أيوة. اليوم الشرعية الدولية. طيب عودة إلى قضية السلفية بين وزدوجين، السلفية السائدة والسلفية الرسمية.
الآن حفتر هذا خارج على ولي الأمر، خارج على ولي الأمر، خارج على الشرعية. هو مين هو ولي الأمر؟ ومن الذي يعتبر ولي الأمر؟ أنا أقصد يعني تقديس ولي الأمر وإعطاء حقوقه وأنه يجب أن لا يخرج عليه حتى باللفظ، فبالك بالسلاح، هذا غير وارد. كيف يقتقف السلفية الرسمية مع حفتر وهو متمرد خارج على الشرعية وعلى حقوقه معترف بها دوليا؟ كيف تقف معها أصلا؟ كيف تقف معها يعني؟ كيف يمكن؟ ولذلك السلفية السائدة هذه أنا أعتبرها من الخنادق، من الجراحة الداخلية في الأمة التي أجهزة مخابرات. لو تسمح لي يا دكتور نبي نحكي قصة قصيرة، يعني اللي هي حكايتنا مع خليفة حفتر. مش هطول كثير يعني، لا خد راحتك شو ورانا. احنا عرفنا خليفة حفتر في 87 تشاد، في تشاد، وكان أسير فأخرج من الأسر وسلم لنا احنا للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، أكبر حركة للمقاومة في ذلك الوقت، وانتقلت الجبهة بكل قواتها إلى تشاد لكي تعد لمشروع معين يشارك فيه خليفة حفتر والمساجين اللي معاه في ذلك الوقت حوالي 700 واحد أو 800 شخص. عشنا معاه حوالي سنتين، يعني سنتين أو ثلاثة. اجتمع، كان يحضر معنا في اجتماعات على أعلى مستوى يعني وكذا. لم نسمع منه كلمة واحدة فيها فايدة، والله العظيم أنا يعني حاولت عدة مرات أن أراجع نفسي شنو قال شنو دار، يعني ما في جملة مفيدة، ما في جملة مفيدة لا عسكرية ولا سياسية. في السياسة هذه واضح عنا أنه ما يفهمش في السياسة، فعلا لا يفهم شيئا. وفي العسكر من العصر الحفتري العسكر، أوكي العسكر يعني جسم ضابط وكذا وعقيدة في ذلك الوقت، لكن ما طلعش علينا بأي فكرة يعني تهزل. هذه نقطة. خلينا لما رجعنا إلى ليبيا، لما رجعنا إلى ليبيا أنا كنت هناك. بس علينا قبل أن تكمل القصة، هو بعد هذه ذهب لأمريكا. إيه بعد هذه، بعد ذهب لأمريكا. جلس كم سنة؟ فصل عن الجبهة وبدأ يشتغل باللي وحده. أيوه. وعاد لممارساته السابقة وكذا، يعني ما خلينا من بيش من طيب بعدين رجعته إلى ليبيا، إيش صار؟ ما نريدش أن نتكلم عليه شخصيا يعني. المهم أنه في بعد رجوعنا لليبيا حاولت أنا أتصل به يعني أكثر مرة، على أساس هو كان يتنقل من مكان لمكان ومدير جيش هنا ومدير جيش هناك ومش عارفين، خالك زوبعة بدون شيء. فالتقيت به أنا وأخ في أمريكا الآن الدكتور عبد المجيد بيوك، والتقينا به في 23 ديسمبر 2013 بعد الثورة يعني. بعد الثورة. وبقول لك لما رجعنا إلى ليبيا ما رجعوش. بعد ما رجعنا ليبيا. رجعنا ليبيا وبدينا هناك. فجينا رحنا اجتمعنا به، هو دعانا يعني أنا اتصلت به بس هو دعانا إلى المكان اللي هو فيه، كان في ثكنة ضخمة جدا يعني مهمة في بنغازي في غرب طرابلس. لا في طرابلس. وكان حواليه حرس وكذا إلى آخره. فالمهم قضينا معه حوالي ساعتين تقريبا، تعشينا مع بعض وكذا وكذا. شنو القضية؟ قال والله يعني نفكر أن احنا هذا الزمان كان فيه حاجة اسمها المؤتمر الوطني. لا. قال المؤتمر الوطني هذا لازم نلغيه والحكومة لازم نلغيها. طيب كيف يعني وشو بدير محلها يعني؟ قال لا بنعقد شو اسمه بندير مجلس لمجلس الشيوخ يعني من القبائل وكذا، والإسلاميين قال أنا اتصلت بالإسلاميين ومعاي هم معاي الإخوان معاي أنا متصل بهم وكذا وكذا، وحنعلن الموضوع في يناير بعدها يعني يناير 2014. فاحنا يعني فوجئنا أولا بالكلام اللي قيل، وبعدين حذرناه يعني قلنا ترى هذه مع عملية يعني غير صحيحة غير ديمقراطية ما لهاش مبرر كذا كذا إلى آخره. إذن هو يبيت النية من ذلك الوقت طبعا للانقضاض على العملية الديمقراطية. فكان جاهز هو للانقضاض على الوقت على السلطة. فخرجنا منه مبهورين يعني أنا والأخ عبد المجيد، وننتظر في منتصف يناير، كان في منتصف يناير أو في النصف الثاني من يناير بيعلن
العمل هذا. فجاء الموعد وما أعلنش. اتصلت أنا بالأخ اللي صلة بيننا وبينه وقلت له شن صار يعني، وين المشروع ما صارش منه ولا كيف؟ قال لي لا والله في شوية يعني معوقات فنية وكذا وكذا وحيكون قريبا يعني. ليش كان هو اختار يناير؟ لأن يناير في يناير بعد يناير أغلب الجماعة الجيش اللي هو عابي عليهم حيصير عندهم سن تقاعد، حيصلوا إلى سن التقاعد، فكان يبي يعملها قبل ما يصلوا هم سن التقاعد بحيث يقدر يجمعهم. هذول من عناصر الجيش الليبي؟ من عناصر الجيش المتاعه اللي سماها الجيش الليبي، هذا كلهم من عناصر قديمة في الجيش أو الأغلبية العظمى منهم يعني. فبعدين أعلنها في عشرين فبراير أعلن على قناة العربية. لا. أذكرها. يعني إحنا سميناها يعني انقلاب التلفزيوني يعني، ما صارش منه. صح. وكلام. قال انقلاب فعلًا. بأن المجلس الوطني ما ليش شرعية وبأن الحكومة لا شرعية وكذا، فخرج. علي زيدان كان رئيس وزراء، خرج وأمر بالقبض عليه، القبض على شو اسمه علي زيدان كان رئيس وزراء. فبعد ما طلعنا احنا من لقائنا مع حفتر بعدها بيوم ويومين، الأخ عبد المجيد راح لمكتب علي زيدان عشان يتصل بيه ويكلمه ويقول له يعني، فما لقيش علي زيدان ولكن التقى بأحد نوابه، أهم نوابه، قال لهم راه خليفة حفتر عنده مشروع مخرب ومشروع يعني خطير. حذرهم وقال لهم يا إما تستوعبوا هذا الإنسان معاكم، خذوه معاكم يعني استوعبوه بشكل أو بآخر، وإلا حيدي لكم مشاكل. فما أخذوش الأمر بجدية يعني. بعدين لما طلع هو على التلفزيون وتكلم، قام علي زيدان وتكلم وقال والله إحنا شرعيين وإحنا كذا، وهذا خليفة حفتر يعني إنسان مخرب وكذا. وهو نفسه علي زيدان بعد شهور رجع تاني للتسامح مع خليفة حفتر. فالمهم يعني الربكة اللي حدثها هذا العمل كانت ربكة كبيرة جدا يعني. بس هذا يؤكد شغلة، انه الشخص الذي لديه اشكالات نفسية وطموحات شخصية يفتح المجال أمام الذين لهم هوى وغرض أن يستغلوه ويستخدموه. وأنا أظن أنه هو كان لديه الاستعداد والمواصفات لأن تدخل عليه الإمارات وتدخل عليه مصر. يعني هو قدم نفسه كشريك يعتبر، ولكن هو كعميل حقيقة يعني، ما هوش شريك حقيقي أصيل، لكن هو أيضا متورط في العملية يعني. الشعب الليبي قاتل القذافي، فلا يمكن أن يقبل بنسخة أخرى من القذافي يعني. هذا غباء الحقيقة أن يفرض على الشعب الليبي العظيم رجل مثل هذا. صحيح كلام هذا، بس ما أنت تنساش أنه بعد الثورة عشان مرت فترة طويلة بدون استقرار طبعا، الناس برضو بتصير عندها شكوك. الناس بالآخر بدها استقرار وبدها أمن وأمان وبدها وظائف. الكلام اللي أنا أقوله الآن حاليا يعني لإخواننا في المجلس الرئاسي وفي الحكومة وفي كذا، عبارة عن يعني اتصالات قمت بها وعملتها، أنه يا إخواننا في طرابلس أراكم أنتم الآن لابد عليكم مهمة يعني ثقيلة جدا، وهي أنكم تلتقوا وتستعيدوا تنظيم هذه المجموعات اللي موجودة في الساحة، العسكريين والسياسيين وغيرهم. يجب أن يصير فيه يعني مراجعة كاملة لكل قراراتكم السابقة، وتقفوا وقفة رجل واحد ضد حفتر أو أي شخص آخر مثل حفتر يعني. وبعدين أن يكون فيه يعني نوع من التسامح مع إخواننا في الشرق، نوع من التقريب، لأن ضحك عليهم حفتر لو من جماعة طبرق، والثاني العقيلة هذا الرئيس مجلس النواب وكذا، يعني كله كلام سخيف يعني، ضحكوا على الناس وقتلوا الآلاف، والله الآلاف 16 ألف يا رجل، 16 ألف ماتوا
في بنغازي وفي درنا وفي كذا. هذا بعد الثورة على المدى على مدى الأربع سنوات الماضية. يعني حالة رهيبة، يعني مش ممكن مقبولة. يعني في رقبة من دماء هؤلاء جميعا؟ نعم، رقبة من بالضبط. فلابد من القضاء على هذا المرض العصي يعني، واجتثاثه تماما حتى لا يمكن أن وتعود